صافي واش شفنا ونقول في الاخر تجنت ما تجنت لي زو يوتيليزي تو لي مويان كاين حتى لونتي سبورتيف باش يربحوا على علينا نو نو سوم لا اون فا ترافاي اون فا با بيسي اون فا با بيسي لي با ا موا جو بونسي كو اون جو دو اون جو الفوتبول سور لو تيان سور لو تابي فير انا اليوم فهمت كاين الحوايج كاين لونتي سبورتيف وين تجنت اليوم تعداو علينا كثير وتعداو على الحاكم تعداو يعني كاين حوايج والناس الصحافه شافتهم وما تقبلوهاش ورايحين نرفعوا يعني الدعوه ضد هذا الفريق تجنان وثاني نديروا القرار ضد الحكم اللي منعنا ضربه الجزاء يعني في الشوط الاول كان ملاح الشوط الثاني غير المجريات المباراه حنايا ما جي كومبري كو هو استعب بالغلطه تاعو جا انا بيت انا عم بالي جا استنا بيت النوت اللي جا استنا انترناسيونال باش يصرى اليوم يكون عنده الشجاعه باش تكون مقابله يعني بروح رياضيه وانا شفت في الشوط الثاني كيفاش لابي لي زابيت كاين داروا لهم لا بريسون تجنت داروا لهم يعني تجنت عملوا كلش طول عملوا كلش ميم لونتي سبورتيف باش اليوم يربحوا كان ما يربحوش اليوم قالوا لهم نقتلوكم ما تخرجوش منا وين ايزون سيدي على بريسيون دو تاجنانت لا لعبنا ملعب شوط الاول والشوط الثاني حوسنا سينا باش نعودوا يعني المباراه وين كانوا تاجنانت يعني يطيحوا كل دقيقه يطيحوا كل دقيقه يكسرونا ولا بيت اللي زاي دي بلاخا لا ايتي فيسيو معنا واش نقول دوك حنا خسرنا حنا نرفعوا راسنا نشوفوا القدام وما هم فابا بيسي لي برا حنايا قلنا وجينا لازم اون فاسوفي اون فلا سوفي كيما بيديروا هما حنا ثاني راح نديروا اكثر من هكا على فينيغ بيسك ما كانش البالون لو بالون سو جو باس سو التابي فير حنايا ثاني اون فافير لا بريسيون اون فافير لا ميم شوز شي نو هذا ما كان حنا رايحين نلعبوا افون نو شونس نلعبوا فا جوي سو لو تيرا حين نلعبوا راح نصححوا الاخطاء اللي درناهم مي اليوم ما خسرناش بالون انا عندي اليوم ما خسرتش بالون اليوم انا فهمت اليوم كاينه حاجه اللي صارت في لي كوليس وما نتقبلوهاش حنا كمسيرين تاع شباب القبائل وحنايا كاين لا تيليفزيون انا لو بينالتي الي فالابل جي دوموندي دو تروا الاخر اللي شافوا قالك سيت بيناتي فالاب وهما ايزون في لا بريسيون هما ما ربحوناش البالون ايزون في لا بريسيون سور لابيت ولا بيت الى سيدي على لا بريسيون لونترينور نون بال با دو لونترينور لو بروبليم سي با لونترينور با ليسكيس واش شفتوا هنا ما تهضروش كيفاش جينا بالبيس قبلونا هنا قبلونا بلي فوايو سي نورمال ما تهضروليش على لونترينور انتم ما تهضروليش على لونترينور لو بروبليم سي با لونترينور ما عرفتش تشوفوا لونتي سبورتيف هضروا واش راكم شفتوا كيفاش العام كان اليوم ما تهضروليش على لونترينور يعني سي نورمال اما لا هضروا دي التحكيم كان شويه فيه ما نقدروش نتكلموا على التحكيم سينو يعاقبونا كانت المقابله متلفزه حنايا دخلنا المقابله بكل قوه وين كنا بيان بلاس وطبقنا تعليمات تاع المدرب كنا قادرين نسجلوا هدف وناخذوا الزمام المقابله ونتحكموا في المقابله هذه هي كره قدم حنا من جهتنا نديروا المستحيل باش نبقاو فريق شباب القبائل في القسم الاول ان شاء الله كل هزيمه عندها اسباب وكل فوز عنده اسباب بودي ان نتكلم فنيا ولكن اليوم ما جرى ما بين الشوطين مضطر انني نتكلم قبل فنيين نتكلم على ما جرى اول مره في كره القدم شفتوا بعينيكم صفر الحاكم الفريقين خرجوا للميدان والحاكم وصل تقريبا سبعه او عشر دقائق بعدين ما جرى هو ثبت الحاكم على كل حال بكيفاش يقولوا دوران ولا كيف يقولوا بالعربي يعني ان بون تورنو يسهل لي الكلام لان المباراه فاتت وحسب التلفزيون المحلل المعروف زكريني هو يتكلم على خطأ في الهدف نتاعهم لان فيه خطا على جرار وثانيا ضربه الجزاء وخلينا من لي كوفرون هذه بدا الحاكم صراحه بدا عادل ثم اصبح غير عادلين وهذا صراحه ما يشرفوش لان كنت انا نحترمه كثير
من ضمن الحكام اللي نعتبره نزيه وحقي. اليوم ما كان لا نزيه لا حقي. اما المباراه نظن مستوى يعني نقدر نقول يتقارب، عندهم نفس المشاكل، ما يوصلوش بسهوله للهدف لتهديف للمرمى، واحنا عندنا نفس العقده ونفس النقص يعني. حتى عدلنا نوعا ما اللعبه من الوراء في وسط الميدان، ولكن لازلنا ما نوصلش بجديه في المرمى. لهذا نظن لو ما كانش فيه تدخل غير معقول وغير نزيه من طرف الحكم، ممكن كانت المباراة تكمل بتعادل ليكون هو أكثر رياضي. احنا نقولوا الحكم دار، ما تشوفش غير الخطأ في الهدف، دار كليا حتى في الأخطاء السلبية اللي انت ما تقدرش تشوفها إلا بالفيديو. لو تعيد المباراة كسر اللعبة، يعني فيه أخطاء كثيرة ما صفرهمش، فيه تجاوز أكثر ما صفروش، يعني هذا هو أصبح يعني سير المباراة بدون روح رياضية وباتجاه واحد. لهذا نقصت اللعبة من طرف الشبيبة، كسرها هو ماشي نقصتنا. ولكن الكلام هذا كي تقولوا غياب مهاجم صريح، غنزيدو نهضروا ثاني على بورحلية. ايه ما كانش سيتو سي لا سول ريبونس، لان النادي ما استدبش، ولا كيقولوا هكا ما انتدبش باردون. اللاعب في الطراز هذا المهن، هذا الاختصاص، سواء في بدايه السنه ولا الاخر. احنا المسؤولين كنا وراء بنوح، وهو لا غالب خير سطيف الله يعاونو، دونك في لي 48 ما كانش عندنا حل. ممكن دروك نلقى حل في الشباب، الا كان فيه واحد من الشباب تاعنا، هذا هو الحل. كيفاش راح نتعامل مع المباراه كيما راني نتعامل انا؟ المهم اعطي ما في وسعي، اعطي ما اقدر. اللاعبين راني وراهم باش يعطوا المجهود اللازم. اعتقد ان راه فيه يعني ان بروغريم ملموس مع النهد، لعبنا مليح حتى وما فزناش، ولكن العطاء كان جيد واللمسات. اليوم انت شهدت باللي برا لا بريسيون قدرنا نتحكموا في الكره ونلعبوا كما ينبغي. النقص هو التهديف والواحد اللي يقدر يسجل، ونروح ونزيدوا نرجعوا على العرقله الكبيره اليوم اللي صارت لنا، اللي هو السيد الحكم اللي غلط غلطه كبيره. وهل عمدنا ومش عمدنا ربي وكيلو، هذا ما كان الهزيمه. يعني لازم نتكلموا على الضغط اللي تلقيناه اليوم في تاج نانت، وين عند دخول غرف تغيير ملابس، وين كانوا اشخاص لابسين دي جيلي تاع ستادي، تعدوا علينا لفظيا وحبوا يتعدوا يعني، وحتى دخلت قوات الامن. والحاكم اليوم حب في الشوط الثاني باش الفريق تاع تجنانت، وين شفنا كل الناس لاحظت الهدف كيفاش جاء، يعني كانت ينشارج اللاعب تاعنا، وضربه جزاء اللي كان لازم يسيف ليها تاع جعبوط، يعني ضربه جزاء شرعيه. وال يعني حتى الضغط اللي كان علينا اليوم ما شفناهش من قبل يعني في البطوله هذا الموسم. ولكن لازم اليوم نفكر كيفاش
نخرج الفريق من هذا الوضعية و كنا ندخلوا لتيزي وزو راح نفكروا يعني كيف نديروا لهذه الوضعية.